مساء الخير. على الصفوح الشرقية لجبل الباروك الغني بألوان الطبيعة والحياة وعلى مشارف سهل البقاع المميز بالخصوبة والجمال بتوقع هالبلدة. هي واحدة من أغنى البلدات البقاعية بالمياه، وبتمتد فيها المساحات الخضراء لتغطي معظم أراضيها، بتتنوع بين الأشجار الحرجية والمثمرة. دمر زلزال العام 1956 معظم بيوتها، بس الإرادة والتصميم نفضوا عنا غبار الدمار، فارتفعت مثل طائر الفونيك لتصير واحدة من أجمل بلدات البقاع الغربي. بيمتزج بمحميتها الطبيعية اللونين الأخضر والأزرق بسحر فريد، تيشكلوا سوا أحد أغنى الأراضي بالتنوع الأيكولوجي بلبنان. نحن اليوم موجودين بعمي. بتوقع عمي بقضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع، بتبعد 54 كيلومتر عن العاصمة بيروت و12 كيلومتر عن مركز القضاء جب جنين. بترتفع بين 850 و 1250 متر عن سطح البحر، وبتبلغ مساحة أراضيها حوالي 3000 هكتار أو 30 كيلومتر مربع. ومن الجدير بالذكر أنه قضاء الشوف بيحتضن أيضاً بلدة بتحمل اسم عمي. بيعود تاريخ عمي البقاعية الحديثة إلى منتصف القرن الماضي، أما عمي القديمة فتاريخها أقدم بكتير، وكان مركزها الأساسي على بعد حوالي الكيلومتر من موقعها الحالي. ولكن بعد تهدم معظم بيوتها على أثر زلزال العام 1956، قدمت عائلة سكيف قطعة الأرض اللي شيدت فوقها بيوت عميق المعروف اليوم. تشتهر عميق بمحميتها الطبيعية اللي حملت العديد من التصنيفات كمنطقة طيور مهمة بالشرق الأوسط وأحد مواقع رامسار ذات الأهمية الدولية، وخصصت مع محمية أرز الشوف كمحمية للإنسان والمحيط الحيوي من قبل اليونسكو. بتواجد بالبلدة العديد من مواقع الجذب السياحي اللي تضاف إلى محميتها الطبيعية، ومن ضمنها المطعم البيئي الأول والوحيد بلبنان المعروف بطاولة عميق، بالإضافة إلى مغاور الينابيع الطبيعية، منطقة كلاع الراس والغيبة البطحيط فيها، تلة المضيق، حوش عميق ومراكز أخرى متنوعة وساحرة. تشتهر عميق بأرضها الخصبة اللي بترويها ينابيعها الكتيرة، وبتمتد المساحات الزراعية على معظم أراضي البلدة، وبتتنوع بين الكرمة، الأشجار المثمرة، القمح والبطاطا وغيرها. بالإضافة إلى الغطاء الزراعي الأخضر، تحتوي عميق على مناطق غنية بالأشجار الحرجية مثل الأرز، الشوح، السنديان، الصنوبر وأنواع أخرى. بتضم البلدة العديد من المواقع الدينية الأثرية اللي بتتوزع بين الضيعة القديمة والبلدة الحديثة، وهن كنيسة مارجوريس وكنيسة مارلياس، بالإضافة إلى كنيسة سيدة الوحدة ومزار الست شعواني. بيعود أصل اسم عميق إلى جذر سامي قديم وبيعني المنخفض والعميق، وهو ما بيختلف عن معنى الاسم باللغة العربية. طريقكم عمي رح تنطلق من بيروت عبر أوتوستراد بيروت دمشق الدولي. أما شو هي بعض البلدات اللي رح تمرقوا فيها لحتى توصلوا على عمي، بتعرف عليها سوا بهالخريطة. طريقكم من بيروت عمي رح بتمر بي الحازمية، علي، بحمدون، صوفر، المريجات، إبلياس، حوش قيصر، وصولاً إلى عميق. بعد العام 1956 تغيرت معالم عميق بشكل جذري، وانتقل أهالي البلدة ليستقروا على بعد 1000 متر من الضيعة القديمة ويبنوا على قطعة الأرض الجديدة بلدة نموذجية بقضاء البقاع الغربي. عمي هي بوابة البقاع الغربي، حتى اللي بده يجي يزور البقاع الغربي بده يزور عمي أولاً. هي على سفح جبل
الجبل وراها، سهل عميق كله قدامها، يعني الفيو الضيعة، البيوت موجودة بتنظيم مدني كله، ما في بيت بيسكر على بيت، كله الفيو على سهل البقع كله بيشوفه. تشتهر ضيعتنا بالزراعة، أغلبيتها مزارعين، اهتمينا آخر فترة بالبيئة لحتى يكون عندنا سياحة بيئية ولكل الفصول. طلاب بتجي بتعمل دراسات هون بالمستنقع البيئي اللي هو المكان الرطب الأول في المنطقة، ويوجد فيه عدة زهور وعدة نباتات وحيوانات مش موجودة حتى بالشرق الأوسط. مؤخرا تم بناء عنا المطعم البيئي الأول في المنطقة وصار اسمه كبير، والحمد لله تأمن فرص عمل من عنا من الضيعة ومن البلدات المجاورة. بدي أحكي شوي عن كنيسة الضيعة اللي هن معروفين ومشهورين بقيمتهم الأثرية. مثلا عنا كنيسة مارجيريوس للروم الكاثوليك، عمرها أكثر من 250 سنة، فيها أيقونات أثرية كتير حلوة بيجوا بيصوروها السواح. في عنا بالمقابل كمان كنيسة مارلياس، هي لطائفة الموارنة، بيرجع عمرها لأكثر من 250 يعني 300 سنة وما فوق، كمان يوجد فيها لوحة لمارلياس أثرية كبيرة، بيوقعوا في بلدة القديمة اللي هي لازالت لحد اليوم بيوت حجار صدعت بالزلزال اللي اجى على المنطقة بالسنة 1956. إذا بننتقل شوية من الضيعة للسهل لحتى نحكي عنه، لأنه سهلنا بيشتهر بزراعة الخضار وزراعة القمح. بتتميز عنا الزراعة بالماء اللي نحنا بنشربها بالضيعة، هي بنصفي فيها مزروعاتنا كل سنة، بنشيك عليها وبنعمل لها فحوصات مخبرية بتطلع 100% صالحة للشرب. نحنا في تكامل نحنا بين البلدية وبين أصحاب الأرض المالكين الاسكاف لحتى تكون ضيعتنا مميزة من ناحية أهم شيء السياحية والبيئية، يلي بتعمل مفترق طريق بين الضيعة وبين الأخرى. نحن متمنى نضل على هالطريق ماشيين، ونحن على تفاهم كامل مع المصلحة، لأنه أصحاب المالكين والبلدية والناس كلها في ثقافة عامة أنه لازم ضيعة تكون من أهم الضياع الموجودة بالمنطقة وبلبنان. بتشكل مستنقعات عميق لوحة طبيعية ساحرة، وهي آخر مراكز المياه العذبة الداخلية الكبيرة المتبقية بلبنان، وبتحتوي هالبقعة على تنوع بيولوجي وإيكولوجي فريد، وبتتمركز على واحدة من أهم طرق هجرة الطيور بالعالم. حالياً نحن بمستنقعات عميق، أدرجة الدولة اللبنانية مستنقعات عميق اللي بتبلغ مساحتها 280 هكتار ضمن الأراضي الرطبة الواجب حمايتها، باعتبارها أنها أكبر أراضي رطبة بعدها موجودة بلبنان. تاني شغلة أن المستنقعات المتبقية اللي ذات المياه العذبة الداخلية. ثالث شغلة لأن من أهم المناطق بالشرق الأوسط الغنية بالطيور، بحيث بتقع عميق على أهم الطرق لحركة الطيور المهاجرة بالعالم، من هيك بيمرق فيها مئات الألوف من الطيور خلال موسم الهجرة من وإلى أوروبا الشرقية وأفريقيا. وجود عدد من الأنشطة البيئية المترابطة، بحيث فينا نشوف الجبال، فينا نشوف المزارع، فينا نشوف الأنهر، البرك والحقول الزراعية. منطقة كتير غنية بالتنوع البيولوجي حيواني ونباتي، بحيث أنه الخبراء العالميين قدروا حددوا 252 نوع من الطيور اللي بتجي على عميق خلال موسم الهجرة أو المستوطنة بعميق، 18 نوع من الثدييات، 22 نوع من السرمانات، 53 نوع من الفراشات، 14 نوع من الزواحف والحيوانات البرمائية، بالإضافة ل 122 نوع من النباتات اللي فينا نشوف هلا الرينونكول اللي مشهورة فيها عميق، الزهرة البيضاء اللي بتعطي ريحة كتير طيبة، بالإضافة ل 122 نوع من النباتات اللي قادرين كمان نشوفها بمستنقعات عميق. هلا الشغلة المهمة كتير اللي صايرة حديثا واللي كتير ناس صايرة عم تمارسها، هي هواية مشاهدة الطيور
وتحديدها. فمن هيك عم نلاقي عدد كبير من الوفود اللي عم تجي من أوروبا ومن خبرة حتى لبنانية ليراقبوا ويشاهدوا حركة الطيور بقلب المستنقعات، بالإضافة لتحديد أنواعها وينعمل تشيك ليست بكل هالأنواع. نظراً لأهمية مستنقعات عميق، عائلة سكيف بدأت من حوالي 20 سنة بالعمل على الحفاظ عليها هذه المنطقة وحمايتها من أي اعتداءات من حيث الصيد، من حيث الدخول غير الشرعي، من حيث البيئة اللي موجودة فيها، حماية الأشجار الموجودة فيها، زراعة أصناف وعشرات الأصناف الجديدة اللي هي أصيلة فيها للمنطقة، من شجر الدردار، من شجر الحور، من شجر الصفصاف. ومن هيك بتشوفوا دائما في شجر جديد وفي شتل جديد على عم ينزرع بمنطقة المستنقعات. ومن المشاريع الكبيرة اللي عملناها بالمنطقة وباستثمار خاص من عائلة سكيف هو هيدا التريل اللي سد، نحن بنعتبره سد، واللي هو هلا بنستخدمه تريل للعالم الجاي على العميق، تقدر تبرم المنطقه كلها. هيدا السد قدرنا نحصر فيه حوالي 1,100,000 متر مربع من الاراضي اللي بين نحن وعم ندرسها للمنطقه انه هي من اكثر المناطق اللي بتجي عليها الطيور خلال فتره الهجره. ونظرا لتدني نسبه المتساقطات بالسنوات الماضيه عملنا هيدا السد لنحافظ على المياه الموجوده فيه لاكبر وقت ممكن لحتى نحافظ على الطيور خلال فترة وضعها للبيض، وبالتالي التفقيس وحركتها من بعد ما يصير عندها فراخ لتطلع من قلب المستنقعات. يعتبر جرد عمي الغني بالأشجار الحرجية الموقع المثالي لمعظم النشاطات البيئية اللي بتشمل المشي والتنزه بالطبيعة، ركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى التخييم. وبيبقى النشاط الأهم هو هواية مراقبة ومشاهدة حركة الطيور المحلية والمهاجرة. السياحة البيئية هي طبعاً بعميق مصلحة عميق لآل سكيف. السياحة البيئية مقسومة لأسمين، قسم المشي في الطبيعة وقسم البسكليت. رح نبلش بقسم المشي في الطبيعة. منبلش من عميق القديمة، من بين الكنيس القديمة، منجي مشي منوصل لدارة آل سكيف. هونيك منعمل تجمع ومنشرح عن المحمية وشو أسباب هالمحمية ونشوء عليه، ومنكفي منها لنوصل للغابة، غابة الشجر اللي فيها السنديين، الملول، السنوبر، البطن، الدردار، وصولاً إلى منطقة اسمها منطقة القلاع الراس اللي عم نحكي منها نحن هلأ، وفيها محل المخيم الكشفي هون، المنطقة الحلوة واللي بتتميز بسقية المي اللي بتنزل من عين عابد. هالمي هاي آل سكيف عطين منها لثلاث ضياع، هي طحنية شعانة عميق. منكفي منتبع بين السنديين لنوصل لتلي اسمها تلي السعلوك. هالتلي هاي هي أعلى تلي بالمنطقة، تشرف وصولاً إلى عنجر، ومنها بناخذ صور للمستنقعات. قبل ما ننزل على المستنقعات بناخذ صور للمستنقعات والماء. ننزل منها لمزرعه فيها الجواميس والمعزه. كمان بنكفي طريقنا، بنقطع الطريق العام لنوصل للمستنقعات. بالمستنقعات عندنا طريقين، طريق يمين بيوصلنا دغري على كوريدور الدردار، وطريق ساتر شي 4 كيلومتر نمشي بقلب الماء فيه. كمان وصولا لكوريدور الشجر بنكفي منه لمنطقه اسمها منطقه الرياشي، جسر الرياشي. يميناً منفوت منه للسهولة الزراعية لنوصل لمزرعة آل سكيف بحوش عمي اسمها، بتتميز بالخيل وبتتميز بالوز والبط، وهي هي معمرة من تقريباً من نص القرن 19، وهي تستعمل كإدارة وأهراءات تجمع لآلاف الحيوانات هونيك. هلأ المنطقة الثانية، الشق الثاني هو شق البسكليت. كمان البسكليت اللي بيحب يركب بسكليت صعب، كمان المسار زيته بيمشي، ولكن العالم بتفضل المسار السهل. هي حوش عميق، بتاخذ السهل الزراعي، بتفوت منه رياشي، جسر رياشي، كوريدور، بتلف المستنقع كله سوا وبترجع، يعني شي 7 كيلومتر. نحن الترايل المشي تبعنا، المسار المشي بيمتد شي 12 كيلومتر تقريبا. بتغذي الينابيع الكتيرة بعميق عدة بلدات بالبقاع الغربي، وبصب عدد منها داخل مستنقعات البلدة، بالإضافة إلى ري المحاصيل الزراعية بالمياه العذبة البعيدة عن كل مصادر التلوث اللي بيسببها التمدد البشري والعمران الحديث.
لها كان هي موجودة على مدخل الباعة الغربي، بتمتاز بأراضي الزراعية الخصبة اللي موجودة فيها وبكسرة ينابيعها ومياهها الطبيعية اللي كتير غنية فيها واللي من أنظف المياه المعقول نشوفها بلبنان. الأراضي الزراعية الموجودة عندنا بحوالي 16 ألف دلم أرض، هودي اللي عادة بنزرعهم بعميق، فينا نقسمهم بين أشجار فواكه، بين كروم عنب مبيد، بين كروم عنب طاولة، بين زراعات تنوية اللي هي زراعة القمح، زراعة البطاطا، بالإضافة لزراعة جميع الخضروات اللي بتعيش بمنطقة البقاع. من الميزات اللي موجودة عندنا أنه نحن بنجهز الأرض لبعدين نعطيها لمزارع اللي هو بيقوم بس بعملية الزراعة وببقية العمليات الضرورية لإنجاح الزراعة الموجودة. كمان نحن خلال موسم الزراعة نحن اللي بنعطيه المي لنتأكد أنه المياه اللي عم توصله للمزارع هي المياه اللي نحن بنطمح دايماً يكون عم يسقي فيها، فهيك بنكون عم نطمن كل المستهلكين اللي بيأكلوا من الزراعات المنتجة بعميق أنه هي زراعات مسقية بمي نظيفة لحتى نوصل لمنتج صحي وسليم 100% بيكون عم بياخده المستهلك. شغلة كتير مهمة كمان بنعملها خلال الزراعة قبل ما نقرر شو بقى نزرع هي الدورة الزراعية، فنحن من القليلين بلبنان اللي بنعتمد الدورة الزراعية على أراضينا، فمن هيك سنين السنة اللي حتشوفوه مزروع قمح، السنة الجاية حيكون مزروع بطاطا، اللي بعدها قمح، اللي بعدها خضرة، هيك بنعمل دورة زراعية على 4 سنين لما نستخدم دائما نستخرج الموارد الطبيعية بشكل عشوائي، هيك بنكون عم نستخرجها بشكل عادل، ومن سنة لسنة عم نرجع نقدر ترجع تكون حالها الأرض من أول وجديد لنضل محافظين على الخيرات اللي موجودة بقلب الأرض. ودائما عندنا عقود سنوية بنعملها مع المزارعين، هذا العقد بيشمل زراعة موسمية وحدة غير قابل للتجديد هذا العقد خلال السنة اللي بيكون نعمل فيها. بالنسبة للفواكه، لأشجار الفاكهة والكروم العنب الأكل اللي موجودة عندنا، كمان بنعتمد المعايير العالمية اللي خاصة بالجلوبال جاب من حيث اعتماد فترة التحريم لكل دواء موجود، وأكيد بنعتمد دريب إريجيشن اللي هي الري بالنقطة لحتى نقدر نعطي الشجرة حاجتها من المياه، ما بنعتمد شيء اسمه الري بالغمر حتى بالزراعات الموجودة عندنا. ومن تاني ميل كمان أكيد عم تشرب من نفس المياه اللي بنستعملها بري المزروعات واللي هي مياه نظيفة، يعني مياه للشرب كمان فيها تكون ما بس للري. بعد مشواركم بعميق وضمن روحية هالمكان الساحر، استراحة مميزة بالمطعم البيئي بالقرية القديمة المشهور باسم طاولة عميق، وهو أول بناء أخضر لمطعم بالمنطقة وتم بنائه حسب النظم البيئية العالمية. طاولة عميق بلشت بال 2009 وهي مشروع بيست على بارتنرشيب بين سكاف استيت محمية أرز الشوف وسوق الطيب. اللي قدم الأرض اللي عليها طاولة عميق هو سكاف استيت، وهو المشروع كان لمحمية أرز الشوف، واللي مول هيدي البروجكت هني جمعية من سويسرا بيشتغلوا لحماية البيئة اسمهم الروخا، وب 2011 فتحت طاولة عميق. هلا نحن كل اللي بيطبخوا بطاولة عميق هن الستات من المنطقة من البقاع الغربي، هن بحضروا الأكل، والأكل اللي نحن بنقدمه هو أكل التقليدي تبع البقاع. كل المكونات اللي نحن بنجرب نستعملها هي مكونات عضوية وإذا لا بلدية، ونحن منجيبهم يا من عميق يا من البقاع الغربي أو من البقاع. مثلا عنا الرب البندورة اللي نحن بنستعمله بحضروه جمعية ستات برشية، والكشك بيجيبوه من خربة كنفار. هلا انتوا اول ما تفوتوا على طاولة عميق حيطلع بوشكم شيء اسمه الدكانة. الدكانة هو موجود بكل طاولاتنا اللي كانوا تبع عميق او اللي بدير القمر او بصيدا او بالبترون، فيهم منتجات هيدي المنطقة، والمنتجات هني اشياء بلدية بتتكون من موني صابون، كله بيتلاقى بالدكانة. طاولة عميق اول ما انبنت هي انعملت لنشجع العالم تطلع على عميق، وكمان لنشجع السياحة البيئية.
هلا طاولة عميق بتساعد اكثر من 100 عائلة بين اللي بيشتغلوا معنا بقلب عميق واللي بيجهزوا لنا الموني تبعنا والابداع، لانه نحن كل شيء عنا بيكون لوكل او بيكون هوم ميد. اللي بيميزنا خصوصا بطاولة عميق انه اول شيء نحن ما عنا مواد حافظة بشيء من الاكل، نحن ما بنقدم مشروبات غازية، نحن كل شيء عنا بتضمن من العصير واشياء البلديه التقليديه، يعني نحن بنقدم عرق مثلا. واكيد نحن لانه بالبقاع الغربي هن مشهورين بالواينريز تبعهم، فاكيد نحن عنا واين بطاوله عميق. واهم شيء عنا بيت عميق نحن اللي فتح ب 2015، هو بيت الضيافه عباره عن 3 اوض نوم، وكل اوض النوم اللي عنا بيطلوا على سهل البقاع الغربي. هلا لما تطلعوا لعنا في كتير اشياء فيكن تعملوها بعميق، فيكن تروحوا هايكينج بمحمية عميق، فيكن تعملوا بايكينج بحوش عميق، فيكن كمان تبعدوا شوي تعملوا هايكينج بأرز الشوف وتنزلوا لعنا تاكلوا لقمة طيبة محضرينها ستات بيوت. إذا كنتم من محبي السياحة الدينية فأكيد عميق رح تكون أحدى الوجهات اللي بتقصدوها لزيارة كنائسها الأثرية بالضيعة القديمة ومزار الست شعواني، أحد مراكز التصوف والعبادة لطائفة الموحدين بدروس. هاي الكنيسة نحن أخذنا تاريخ عن المطرانية عام 1865 وقت إجى كان المطران باسيلو الشهيات إجى دشنا، بس بيقولوا لنا الرجال الأقدمين إنه هي الكنيسة عمرها على دفعتين، أول دفعة على النص كانت تراب وبعدين تكفت أرميد، ساعتها إجى المطران، بس هي قبل هالتاريخ كتير، يعني هي عمرها فوق يعني فوق 200-300 سنة. أما بالأيقونات كمان إحنا أنا مش فايقلهم إنه هودي قديمين كتير، يعني في عمره مش 500 سنة الأيقونات، حتى حيطانة بعدها مغطاية بالكلين وبحاجة لترميم أقشر حتى يبين الحجر. ونحن بتعرف كنيسة فقيرة أيام الإسرائيل عملوها مثل المرمى، قوصوا عليها هيك النيران، بس صدعت كتير أيام إسرائيل، وحتى الصور جوا الأيقونات كمان بعد أصادر الرصاص موجودة عليهم، القوص عليهم الرصاص عادة نرمي فيها حتى الأرميد كله مكسر من فوق، كله رممناه كله زبطناه. هاي كنيسة حسب بيرويول لياها جدودة عمرها حوالي 300 سنة، ومثل ما شايفين كنيسة قديمة، والضيعة المهبطة هالبيوت هاي كمان قديمة، سنة 56 اللي بصار فيها هزة أرضية، هلا اللي فلفل من الأهالي واللي بقي الله يرحم البيكويت جوزيف شتكيف وبشيل خيو، أنشأوا ضيعة جديدة تحت لحتى ما تفل الأهالي. هالوقف بسنة 82 إسرائيل كانت عملته هدف للإبة وللأرميد، تهبط كله مع المذبح جوا كله تهبط. رجع أيام ابن عمي رمم الكنيسة وعمل أرميد وعمل الإبة وعمل عمر الأنطوش، ونحن رجينا من بعده كملنا وسعنا الساحة، عملنا موقف، شو في مهتمات داخل الكنيسة والأنطوش. هاي الكنيسة ترببت اللي شايفه بهالمعلق هالصخر هذا وادي برليس بالزلم اللي كانت قديمة، هي هالصخر تجيبه وتنحطه، وتهبطتها إسرائيل الأرميد والإبة والصخر والكنيسة ضلت واقفة، ما صار لها شيء أبدا مثل ما هي. هي الكنيسة من سنة 1802 الكنيسة معمرة، وأكيد صار في ترميمه هيك، والحجار تبعوا الكنيسة هني من دار طحنيش، هي الحجار من ضيعة زيتها،
هي أساسها دار تحنيط مش دار تحنيش، لأنه كان فيها دار للرهبان من زمان ورجعوا سموها مع الأيام صار يقولوا لها دار تحنيش. هي أساسها دار تحنيط اللي كانوا يحنطوا فيها. بال2010 عملنا صار في ترميم للكنيسة مع حيطانا انقلشت وتزبطت، والرسم اللي بالسقفية بالسقف كلها كل لوحة بتحمل شيء معنى. هي المراحل كلها، عندك الولادة، عندك القيامة، وعندك الألام. يعني 42 رسمة عنا لوحة كلهم بيحملوا، كل لوحة بتحمل معنى لإلها هيك. والكنيسة يعني اللي عنا غير عن الكنيس كلها بالمنطقة، لأنه ما فيها الرسم وما فيها الخشوع اللي فيها. المذبح قديم، من أول ما انعملت الكنيسة المذبح هو زيته معمول بعده على الطقس القديم، مش مذابح مثل اليوم. يعني اللي ما بيجي عمي هو الخسران هيك، خصوصا عمي ودار تحنيش، منطقة ما في أجمل منها بالبقاع كله. عنا بتبلش من أول عمي، هي المحمية، محمية عمي، بتجي كمان مناظر كلها طبيعية وكلها ما بدوش مين يحكي، يعني عمي وصفة. من أجمل بلدات البقاع الغربي هي عميق، وتقريباً ما بتكون كتير وقت من بيروت على عميق، ساعة أو ساعة وربع إذا ما في عجقة سير، فضروري أنكم تجوا تزوروا هالبلدة الحلوة. مشوارنا خلص، ملتقينا معكم بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد. من هلأ لوقتها أطيب التمنيات ودايماً برفقة تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.